لم يتم تسيير أي قافلة وسط هذه الأمطار الغزيرة كما نرى. يجري الآن إطلاق نار من كتيبة الهندسة من قوات النظام بشكل مباشر على المدنيين. إطلاق نار مباشر على المدنيين من قوات النظام من قبل كتيبة الهندسة المتواجدة شمال مدينة الرسام. خوف وعلاء كبير بعد إطلاق نار من كتيبة الهندسة من قوات النظام التي تقع شمال مدينة الرستان. كما نرى الحافلات التي كانت تنقل المهجرين من هذه ريف حمص الشمالي إلى الشمال السوري، لحد الآن لم تسر أي قافلة ولم يصعد أي شخص من العائلات من ريف حمص الشمالي. اليوم أمطار غزيرة على ريف حمص الشمالي في يوم الأول الذي كان سيهجر فيه أهالي ريف حمص الشمالي إلى الشمال السوري. كما نرى لحد هذا الوقت لم تسر أي قافلة وجرى إطلاق نار بشكل مباشر من قوات النظام من كتيبة الهندسة التي تقع في شمال مدينة الرسان، سواء كان استهداف المباشر أو لترويع وتخويف الأهالي. كما نرى الآن هذه الحافلات التي ستنقل أهالي مدينة الرسن وأهالي ريف حمص الشمالي، لحد الآن لم تسر أي قافلة وحالة خوف وهلع كبير. لحد الآن جرى إطلاق نار من كتيبة الهندسة من قوات النظام على هذه المنطقة لتخويف الأهالي. الباصات كما نرى لحد الآن لم تسر أو لم تقل أي أحد من أهالي مدينة الرسن أو ريف حمص الشمالي. كما نرى حالات سيئة تحت هذه الأمطار
كثيرة لا نعرف المصدر، على أغلب المصدر من كتيبة الهندسة الواقعة من شمال مدينة الرسان، طبعا قريبة بشكل كبير من هذا الموقع. خوف كبير من قبل الأهالي، خوفهم الاستهداف بشكل مباشر. لحد الآن لم يتم تحقيق أي دفعة من أهالي رفح الشمال. مدينة الرصدة بعد 7 سنوات من الحرب والحصار، ها هو اليوم يكسر عمود الفقر في دولة سوريا. راحت الرصدة، حسبنا الله ونعم. طبعا كما نرى هذه الأعداد الكبيرة من أهالي ريف حمص الشمال أو مدينة الرصن التي كانت تود الخروج إلى الشمال السوري، ولكن لحد الآن لم يتم تسيير أي قافلة وسط هذه الأمطار الغزيرة كما نرى. إطلاق نار من كتيبة الهندسة من قوات النظام بشكل مباشر على المدنيين. إطلاق نار مباشر على المدنيين من قوات النظام من قبل كتيبة الهندسة المتواجدة شمال مدينة الرصان. خوف وعلاء كبير بعد إطلاق نار من كتيبة الهندسة من قوات النظام التي تقع شمال مدينة الرصدان. كما نرى الحافلات التي كانت تنقل المهجرين من هذه ريف حمص الشمال إلى الشمال السوري، لحد الآن لم تسر أي قافلة ولم يصعد أي شخص من العائلات من ريف حمص الشمال. أمطار غزيرة على ريف حمص الشمال في يوم الأول الذي كان سيهجر فيه أهالي ريف حمص الشمال إلى الشمال السوري. كما نرى لحد هذا الوقت لم تسر أي قافلة وجرى إطلاق نار بشكل مباشر من قوات النظام من كتيبة الهندسة التي تقع في شمال مدينة الرصان، سواء كان استهداف مباشر أو لترويع وتخويف الأهالي.
نرى الآن هذه الحافلات التي ستنقل أهالي مدينة الرسن وهذه القدس الشمالية، لحد الآن لم تسهر أي قافلة، وحالة خوف وهلع كبير. لحد الآن جرى إطلاق نار من كتيبة الهندسة وقوات النظام على هذه المنطقة لتخويف الأهالي. الباصات كما نرى لحد الآن لم تسهر أو لم تقل أي أحد من أهالي مدينة الرسن أو مدينة القدس الشمالية.